مرحبا فيكم في الجلسة 184 لمجلس وزراء تواصل آلة الحرب والقتل الإسرائيلية حصد أرواح أبنائنا الأبرياء والعزل بدم بارد وعلى مرأى العالم كما حدث في جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة وعمر مناع صباح اليوم في مخيم الدهيشي وفي غيرها من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية إن ارتكاب تلك الجرائم لم يكن ليحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم التي لم يعد التعبير عن القلق يتناسب مع حجمها وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياه على ارضنا، وفي هذا السياق نرحب بدعوه الامم المتحده والاتحاد الاوروبي لتح... لاجراء تحقيق في اعدام الشاب عمار مفلح، ونطالب هذه الجهات بان لا يكتف... تكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ اجراءات جديه وملموسه لمحاسبه الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتله ومن يقف وراءهم ويدعمهم الى العداله الدوليه. من جانب اخر، يثني مجلس الوزراء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في قاعة الجمعية العامة في الخامس من أيار من العام المقبل ونعتبر هذا القرار بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بشعبنا عام ثمانية وأربعين ما يوجب إنهاء تلك المظلمة بتحقيق العدالة لشعبنا بمنحه حق حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام سبعة وستين وعاصمتها القدس. يرحب مجلس الوزراء بمقررات الدورة ثمانية وثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسك. في ختام اعمالها التي عقدت في اسطنبول وقبول توصيه دوله فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئه التمويل اللازم عن طريق اضافه اصغر وحده من العمله الوطنيه لكل دوله عضو الى الفاتوره الشهريه لمشتركي خدمه الهاتف الثابت والمتنقل، والذي كانت اقرته جامعه الدول العربيه في قمه الجزائر، نعبر عن شكرنا لكل من ساهم باقرار هذا القرار. يتابع مجلس الوزراء انطلاق انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين شطري الوطن في الضفه بما فيها القدس وفي قطاع غزه هذه الانتخابات مهمه على طريق تجديد الحياه الديمقراطيه في كافه مؤسساتنا واطرنا ونعمل بكل جد واخلاص لتتويج هذه المسيره الديمقراطيه باجراء الانتخابات العامه في حال ضماننا لمشاركه مدينه القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا بمناسبه اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه يؤكد مجلس الوزراء على التزامه بحقوقهم وتوفير بيئه ممكنه لهم واستكمال العمل على انجاز قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه المعدل وستواصل وزارة التنمية الاجتماعية العمل والتنسيق مع الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة ومع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطاع خاص للوصول الى مجتمع متنوع وشامل للجميع ولن نترك الاشخاص ذوي الاعاقة خلف الركب يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا صحيه وتعليميه ومشاريع عامه منها مباني لسوق راس المال وطرق في محافظتي الخليل ورام الله ومشاريع طاقه شمسيه واحتياجات بلده النبي صموئيل وكذلك دراسه متعلقه بالعمله الفلسطينيه ويستمع المجلس الى تقارير ماليه وامنيه وسياسيه وشكرا